ودلوقتي جه معكم وكل الناس مع عمرو الليثي على راديو مصر 88.7 FM. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا كل الناس في مصر المحروسة. معكم عمرو الليثي على راديو مصر في برنامجكم كل الناس. النهاردة وكل يوم خميس من 1 لـ3 الظهر لكل الناس في مصر، الموظفين والفلاحين والصنايعية والعمال والمدرسين والدكاترة وركاب وسواقين التاكسي الأبيض والأسود والتوك توك والميكروباص والأتوبيس والملاكي، فقراء ومسطورين ونفسهم في الستر، الناس المحتارة المحشورة في المواصلات والأسواق والشوارع، الناس الشغيلة الصبرة اللي عندهم أمل في بكرة، الناس اللي بيشتغلوا ونفسهم يلاقوا عائد لشغلهم وحياتهم تمشي والبلد كمان تمشي، بس تمشي لقدام مش لورا، الناس اللي بتحلم بسقف وهدنة ولقمة ودخل معقول وأسعار مناسبة، ناس نفسها في القانون يتطبق على الكل، ناس تايهين من حكومات عاجزة ومسؤولين نايمين ونفسهم بقى الحياة تستقر ويلاقوا بلدهم على الطريق الصح، ناس راضيين بالهم والهم مش راضي بيهم ومنسيين، الناس اللي رافضين للفوضى والإهمال والظلم عاوزين حياة محترمة، عايزين علاج وأمن وتعليم وشغل لأولادهم، الناس اللي نفسهم يلاقوا إجابات لأسئلتهم بسيطة، إمتى حيبطلوا يشدوا الحزام ويعيشوا زي بقية الشعوب بحرية وأمان، الناس اللي في الفرح منسيين وفي الحزن دايما مدعيين، ناس نفسهم يطلعوا من عنق الزجاجة ونار الأسعار، نفسهم حد يكلمهم من غير ما يشتكوا وحد يسمعهم من غير ما يصرخوا، ونفسهم ولادهم يشتغلوا وبناتهم يتسطروا، الناس اللي بتصبر على حكومات السوق والعجز وبتدي فرص قبل ما تنفجر، يا ترى الناس المرة دي هتلاقي حكومة أفضل من اللي فاتت؟ يا رب. يا كل الناس احنا منكم وليكم، من أسبوع لأسبوع بنجيلكم نسمعكم ونسمع منكم ونفضفض معاكم وكمان تفضفضوا معانا، مش جايين نزود همكم، نفسنا نرجع نضحك تاني ونبتسم ونسعى بعض زي زمان، عارفين ان المشاكل ما بتخلصي ومش جايين نعتنن عليكم، لكن خلونا نسمع لبعض وندور على طاقة نور في ان بكرة يا رب يكون احسن من النهاردة. كل الناس لازم تتكلم، ودور الحكومة الجديدة انها تسمع وتنفذ. كل اسبوع هنسمع منكم ومن الناس اللي نفسها البلد تمشي والمرور كمان يمشي والأسعار تتظبط وقانون يتطبق عليهم وعلى غيرهم، ناس نفسها تلاقي مستشفيات تعالجهم مش تخرجهم للآخرة، عايزين يعيشوا يوم بيوم من غير قلق وحيرة. يا كل الناس تعالوا نبدأ حلقتكم النهاردة في كل الناس. ولسه معاكم مع عمرو الليثي اهلا بيكم مره تانية، ومعاكم عمرو الليثي وبرنامجكم كل الناس. يا ترى الناس النهارده بتفكر في ايه وشغلهم ايه؟ نزلنا الشارع وسمعنا الناس بيقولوا ايه. بنشتكي من وقف الحال، من عدم السيوله المرضيه، من ارتفاع الاسعار، ايش حاجه في البلد ممكن ان الواحد يقول ان هي حاجه كويسه حاليا؟ يعني نفسنا الحاجة ترخص شوية عشان نعرف برضو نربي عيالنا، نعرف مثلا نعيش عيشة حلوة، ناكل لقمة حلوة، اجيب لي عيال اللي هم عايزينه، لكن لما الحاجة بتبات يوم والتاني بتترمي، طب ما كل دي خسارة عليا انا. الاول كنا الحمد لله بنجيب الزرع كنا بنخلص يوم بيومه، من كام شهر كده ابتدت العمليه تتعطل خالص، بدنا نجيب الوجبه تقعد يوم ويومين وثلاثه، ابتدى الاقبال يبقى قليل على الفاكهه. انا سواق ميكروباص بحمل اول عباس، بدل ما اعمل دورين وثلاثه بعمل دور واحد بسبب الزحمه، فدوت كده حرام. التجار سمعوا كلمه حد قالنا من قبل ما يتطبق، راحوا
معبرين الاسعار. طب استنوا حتى تشوفوا يعني طريقه التطبيق ازاي، يعني طريقه التطبيق ديت بتاعت الحد الادنى اللي بيقولوا عليها ديت، قبل ما تيجي تدور على نفسك هتاخدي ايه، هتلاقي نفسك واخده ملانين، لان يعني بيشيل مني كل الحاجات، اذا كنت بتاخدي حاجه في موسم في عيد في حاجه في محتاجه بيقوم شايلها مني. تي بقى وبعدين محددها ما اعرفش ايه تجمعي ايه زائد ايه، واللي هيفضلك بقى فتافيت، انما اللي يسمع كلمه الحد الادنى يوصلكم 6000 وكذا و 1000 وكذا، ده كلام فاضي. هي المواصلات عامة بتبقى زحمة جدا من كتر العربيات اللي مركنة على جناب الطريق، والمواقف زي ما حضرتك شايفة السرفيس بياخد الطريق أساسا بتاع ميجر هيئة النقل العام، فده كله بيعمل تكدس وبيعمل ازدحام من بلطجة السواقين أو اللي بيمشي عكسي. بس وبشكي من البرنامج اللي قالوه الحكومة ان في حد ادنى، وبالاخص لعمال هيئة النقل العام بالقاهرة، ما زال لعند الان لا تطبق حد ادنى ولا اي شيء اتعمل، والاسعار في ارتفاع على طول، والعمال النهاردة تايهة مع نفسها مش عارفة تأكل ولادها ازاي ولا هتصرف على بيوتها ازاي، وربنا اللي عالم بيهم. اول حاجة في القطارات لازم تتغير الخدمة نفسها، الحمامات، الكراسي، المنظر نفسه بتاع القطر واحنا قاعدين فيه ممكن يتعطل، ممكن بيحصل ريحه شياط، حاجات كتير، فالمفروض اصلا الحاجات دي تتعدل او تتنظف شويه. غير كده القطر بتاع اسوان اللي هو بيجي من اسكندريه، طبعا ليه فتره ما فيش، احنا جايين من المنصوره عشان نيجي هنا مصر، فطبعا احنا متبهدلين من اذان الفجر عشان نوصل لغايه هنا. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليفي، ولسه معاكم مع عمرو الليفي. الناس اتكلموا زي ما سمعنا، مطالبهم بسيطة وأحلامهم أبسط، ولسه كلام الناس ما خلص، خلونا احنا كمان نتكلم بلسانهم ونقول اللي هم ما قالوهوش. انقطاع الكهرباء في شبع الخيمة بيثير غضب الأهالي وأصحاب المحلات، والناس بتقول يا ريت يشوفونا وزير كهرباء بيشتغل بالطاقة الشمسية. أجهزة الرقابة الجمركية قالت إنها منعت شحنة أدوات منزلية من دخول مصر لأنها مسرطنة، والناس بتقول مش كفاية نمنع دخول المسرطنات، المفروض نعاقب مستوردي السرطان. تفعيل وقف استيراد التوك توك والموتوسيكلات كاملة الصنع، والناس بتقول الأهم هو تفعيل القانون يمنع اتساع المخالفات. أطباء يحذرون من علاجات الأعشاب المضروبة، ولا توجد رقابة على مصانع بير السلم، والناس بتقول الرقابة مش فاضية بتراقب حاجات تانية، الرقابة يا جماعة عاوزة رقابة. الإعلان عن طرح 40,000 فدان من الأراضي ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، وطرح 20% منها لأهالي سيناء بنظام التملك، والناس بتقول يا ريت، لأن تنمية سيناء هي بداية الأمن الحقيقي. تقرير بيقول إن العشوائيات ومخلفات البناء والقمامة بتهدد السكة الحديد في الجيزة، وانتشار المقاهي والأكشاك بتنذر بكوارث بشرية، والناس بتقول إن غاب القانون العاب يا مخالفات، هي فين المحليات؟ الأطباء مضربين والعمال غضبانين والموظفين زعلانين، والناس بتقول يا ترى إحنا هيسأل علينا مين؟ سائقون وعمال في محافظات مصر بيهددوا بالإضراب للمطالبة بالتثبيت، والناس بتقول التثبيت هو اللي ممكن يثبت أي حكومة، يا مثبت العقل من عندك يا رب. تعطل نفق الأزهر مرتين ثلاثة، ومحافظ القاهرة بيطلب من مدير النفق التحقيق في العطل الكهربائي، والناس بتقول كثرة الأعطال سببها الإهمال يا سيادة المحافظ. نقابة الأطباء بتطالب الرئيس ببدل العلاج لأعضائها، والناس بتقول إذا الأطباء ما تعالجوش يبقى إزاي هيعالجوا المرضى يا عيانين. نلتقي بعد الفاصل ونكملين معكم وكل الناس مع عمرو الليفي. مع عمرو الليفي. الشباب هم المستقبل، هم كل حاجة، ومن غيرهم مش ممكن البلد تمشي، وحفضل دايما أقول إن الشباب هو اللي شايف، هو العمود الفقري للمجتمع،
علشان كده لازم نسمعه، هو اللي غير وهو اللي يقدر يغير تاني وتالت ورابع. الشباب كل الحاضر وكل المستقبل، محتاج اللي يسمعه ويفهمه. ولما يكون نص الحاضر مش لاقي شغل يبقى كل المستقبل ضايع. الشباب عاوز فعل مش كلام، ويا شبابنا اتكلموا واحنا معاكم. تعالوا نسمع الشباب هيقولوا ايه. انا عن نفسي بعد ما خلصت سنين التعليم دي كلها وتعبت وابويا صرف عليا عشان اتعب، نفسي اشتغل عادي، اشتغل بقى وبعد كده اكون نفسي زي اي واحد. لكن دلوقتي احنا ان شاء الله يوم لما ربنا يكرمني كده الواحد يشتغل يكون عنده 30 سنه، يتجوز يكون عنده حاجه 40 سنه، ده موال. مع ان طبعا دلوقتي اقتصاد البلد واقع والدنيا خربانه، كل الشباب عايزه تفرش من البلد. اخويا عن نفسي وتكل على الله وطفش وما يطفش، يعني كلنا كده عايزين نمشي. مشكلة الشباب كلهم دلوقتي ان الناس كلها خلصت الجامعة ودخلت الجيش ومفيش اي حاجة، برضو بيخرج ابوه هو اللي بيصرف عليه، لما بينزل يقعد على القهوة ما بيعملش اي حاجة، يروح كذا شغل. كل الجرايد بتنزل اعلانات 1200 و2800، اللي هو الواحد بيقول مثلا لو يبدأ يعمل حاجة واحدة واحدة، بيروح يكتشف ان الوظيفة ديت 500 جنيه ويقول له لا انت هتقعد 3 شهور لغاية لما توصل، وكل ده بيبقى هكس. المهم اللي هو بيستفيد منك في الفترة دي ويمشيك. طب انا دلوقتي عندي 23 سنة ولسه بدور على شغل، وغير اللي عنده يعني انا ليا اصحابي متخرجين بقالهم 5 سنين لسه ما اشتغلوش. هشتغل امتى؟ هتجوز امتى بقى ويبقى عندي عيال امتى واعمل المستقبل امتى؟ وكل دوت مستني ان انا باخد مصروف من والدي اللي هو المفروض على المعاش دلوقتي. انا كشاب مشكلتي ان انا دلوقتي خريج سنس حقوق مش لاقي شغل، بس هي دي كمشكله اني مش لاقي شغل. طبعا بطلنا ان انا بشتغل في اي وظيفه مثلا خاصه وكده، وطبعا بتبقى الحياه العمليه اصعب عليا كراب المتعلم من واحد تاني بيبقى مش متعلم، يعني بتحس ساعات انك لا مش هو ده المستوى اللي انت المفروض تشتغل فيه، بس بتضطر انك تشتغلي ده لان الشاب زي محتاج اتجوز، محتاج ابدا ابني حياه مستقبليه ليا، فالعمليه بتبقى صعبه في النقطه دي. بس يعني ما بلاقيش شغل، متخرج شهاده ملهاش علاقه، بنشتغل مع حاجه غير تخصصنا، فرص عمل اصلا بطلت زياده، فرص عمل قليله، ملناش يعني ضايع، الشاب ضايع. بالنسبه بس اول مشكله طبعا في موضوع الوظائف في الشغل، دي اكبر مشكله في حياتي. يعني انا متخرج 2011 لحد دلوقتي في مكتب محاسبه بقى اللي بعيش بتاع، نفسي الاقي وظيفه كويسه ابدا اكون نفسي كده، ومرتب كويس، مش مرتب عالي قوي، مرتب كويس يعني يفتح بيت حد. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليثي على 88.7 FM. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي على راديو مصر، راديو كل المصريين. وضيفي دلوقتي هو رجل إدارة وإرادة ورجل دولة شريف، واجه الفساد بهدوء وصبر ومن غير ضجيج، وقدم تجربة مهمة في فنون وعلوم الإدارة، ولم يكتفي بمواجهة الفساد ورفضه، وقدم تجربة في الإدارة ونجح في كل موقع شغله. هو المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مدير مركز إعداد القضاء السابق وأحد قيادات وزارة الاستثمار. الراجل اللي قال لأ في مواجهة صفقة بيع عمر أفندي اللي شافها ظلمة ومختلة وفيها شبهات تواطؤ لتصفية إحدى غني قلاع القطاع العام في مصر، وهي اعتراضات أثبتت أحكام القضاء صحتها، وعندما تولى رئاسة مركز إعداد القضاء حوله إلى خلية نحل ومنصة ثقافية وسياسية ومركز مهم للتدريب وأكبر المراكز في الوطن العربي، بيدر ربح على وزارة الاستثمار. يحيى حسين عبد الهادي من مواليد أسيوط عام 54، التحق بالكلية الفنية العسكرية عام 72 وتخرج منها عام 77، وقعد يخدم كضابط مهندس لغاية عام 1992، وبعد خروجه شارك في تأسيس مركز إعداد القاضة اللي كان في البداية تابع لرئاسة الوزارة، وانتقل لتبعيته لوزارة الاستثمار، وأصبح مدير للمركز ووكيل لوزارة الاستثمار لغاية عام 2004. وبسبب وقفه تم استبعاده في حكم مبارك، واجه أيضا يعني كل ما هو فاسد، لكنه لم يتوقف عن اتخاذ المواقف اللي تليق بقناعاته، وظل ملتزم بمبادئه حتى خروجه من الوظيفة، وما طلبش المادة لنفسه بالرغم أنه هو بصراحة خبرة تستحق.
وكتير بيشوف ان هو الافضل وان هو رجل مناسب جدا، لكن هو عنده وجهة نظر بيقولك ان الافضل هي اتاحة الفرصة لاجيال جديدة. احنا محتاجين لامثال يحيى حسين يقدموا خبراتهم في وضع اساس البناء الجديد وقواعد الادارة اللي بنفتقدها وبنحتاجها في هذه الفترة الصعبة في تاريخ مصر. اسمحوا لي وارحب معاكم بالمهندس الشريف يحيى حسين. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس، وسعيد جدا بهذا اللقاء. انا سعيد بلقاء حضرتك. اولا خليني ابدا معاك بالاحداث النهارده على طول. حكومه الببلوي استقالت ام اقيلت في تقديرك؟ لا انا في اعتقادي انها قبلت استقالتها متاخره. يعني انا اعتقد انه الدكتور الببلوي تقدم باستقالته في النقطة اللي هي يعني في المرحلة اللي هي بمجرد انتهاء الاستفتاء على الدستور، وهي حكومة طبعا لنا تحفظات على كثير من أدائها، ولكن يحسب للدكتور الببلاوي شخصيا أنه قبل في ظل اعتذار كثيرين وفي ظروف يعلم أنها صعبة. هذا هو المطلوب من الشخصية الوطنية يعني، لكن الأداء بقى نقول فيه. لكن أنا أعتقد أنه تقدم استقالتي عقب الاستفتاء على الدستور، لأن هذه مرحلة، ولكنها لم تقبل وقتها، ولكنها قبلت متأخر. تسريبات صحفية أصلها بتقول إن أجبر على الاستقالة، بتقول إن هو طلب منه الاستقالة، ان هم كانوا معشمين ان هو قاعد وهيعمل تعديل وزاري في مجموعة وزراء، فوجئ بعد ما كل الكلام ده حصل ان جاء قرار سيادي. الله اعلم بقى جه منين بقى في الاجهزة السيادية الكتيرة اللي عندنا، قالوا له روح، فراح مروح. اي انا اعتقدش ان قالوا له روح كده، لكن اعتقد ما ده اللي بقوله لحضرتك، هو تقدم استقالة قديمة لم تقبل، فظن أنه ممتد يعني، ولكن رؤية من جهة ما أنه التوقيت ده مناسب للتغيير. طب إيه الأخطاء اللي الحكومة دي استحقت عليها أنها ترحل بهذا الشكل؟ لا طبعا برضو دي تخمينات، لأن هو مش لا أنا في تقديرك في الأداء. هو في الأداء هم إيه؟ الحكومة أصلا مسوغ اختيار الدكتور حازم الببلاوي، هو مفكر وطني اقتصادي نظيف جدا يعني، يميل لليمين قليلا طبعا، لكنه رجل مشهود له بالوطنية. وحتى هو كان، أنا أذكر دكتور حازم الببلاوي في عز وجود أمانة سياسات الحزب الوطني، وهو رجل من منين اقتصاد السوق، لكنه اختلف معهم أن يتحدث عن اقتصاد السوق دون وجود دولة يبقى محض خيال. الدولة لها أدوار وكده، وفي ظل ما كان يسمى بالليبرالية المتوحشة يعني اللي عندنا يعني، فهو ده يحسب له، هذا رأيه. ولكن هو مسوي اختياره هي الناحية الاقتصادية أساسا، لأنه مفكر اقتصادي. فهو أنا أعتقد المجموعة الاقتصادية اللي هو المفروض يكون هو اختارها بنفسه، ممكن بمساعدة آخرين، لم تكن على بعافية شوي. لا بعافية قوي. طيب خلونا قبل ما نكمل كلامنا مع المهندس يحيى حسين نطلع لفاصل، هنسمع تقرير الميكروفون نزل الشارع وسألنا الناس عاوزين ايه من الحكومة الجديدة. نسمع التقرير ونرجع نواصل حوارنا مع المهندس اللي بشرفنا ومنورنا النهاردة، المهندس يحيى حسين في كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي. الحكومة اللي فاتت ما شفناش منها حاجة خالص، وبعدين الشباب اللي نايم في البيوت ده عايزين له شغل. نفسي الحكومة الجديدة تبص للشباب بصت يعني تراعيهم، وعاوزين حال البلد تتعدل، حتى يعلى شوية المعاشات، يعلى شوية ومعاشنا قليل، يبصلنا برافة يعني وكويسين. اللي يمسك البلد يمسكها بضمير وبزمة بقى، عشان احنا مش هندننا طول عمرنا في البهدلة دي، لان بهدلة ومهزلة بصراحة. ويشوف بقى الشباب اللي يشغله عشان يمنع البلطجية ويمنع الناس اللي بتسرق وبتموت وبتعمل ده كله. ده احنا اللي طلبناه من الحكومة الجديدة، وبيمسكوها بما يرضي الله بقى، لان هي كده خربت مصر، خربت صراحة، وحرام كده. والله انا شايف العيوب الحكومة السابقة ان في بطء شديد جدا في القرارات. انا بتكلم ان من هو اخطأ يحاسب،
في كل الاتجاهات. يعني المرور، العربيات اللي ماشيه عكسي على الدائري، التكاتك، الميكروباصات. انا شايف ان لازم يبقى فيه مبدا الثواب والعقاب، واخد بال حضرتك، الثواب الفوري يكافئ، والعقاب برضو انا اخطات احاسب. الحكومه القديمه كانت بطيئه جدا جدا جدا، والناس كانت متوقعة منها ان تعمل انجازات اسرع وتبان للناس، الناس عايزين اي تحسن. فنتمنى من الحكومه الجديده ان هي يعني تبقى تسرع في المجهود بتاعها شويه، ويبقى في نوع من الشفافيه بينها وبين الناس، بحيث ان هي توضح لها الحقيقه بالظبط. ما يقولوش مثلا احنا هنعمل حد ادنى للمرتبات، وهم عارفين ان هم ما معهمش فلوس تعمل الحد الادنى. فهي لازم اللي يقولوه يكونوا ملتزمين بيه، وما يقولوش حاجه غير لما يكون درسينها. يعني لما يوعدوا بحاجه لازم تتنفس، ما يبقاش في وعود ومفيش تنفيذ، فده بيعمل بلبله للشعب وبيخلي الشعب يثور، وبيحصل اضرابات، وبيحصل ده كله بيأثر على الاداء، وبيحصل بيأثر على الانتاج. فاحنا يعني انا الفتره اللي فاتت كلام من بعد الثوره كلام كتير جدا، كله بيتكلم بس مفيش تنفيذ. نتمنى يبقى في يعني عايزين حكومه تعمل في صمت، ويبان نتيجه العمل بانعكاسه على الانتاج والاسعار والحياه. المواطن لما يصحى الصبح لحد ما ينام يلاقي فيه تغيرات حصلت. الحكومه هيك السابقه بتاع الدكتور حازم البلاوي هي كانت حكومه مش فاشله، بس كانت حكومه ضعيفه، لان ما صرحتش الشعب بالمشاكل اللي عنده. احنا عندنا مشاكل كتيره جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا القدره نحلها بسهوله جدا. احنا محتاجين حكومه راجل قوي، راجل ميداني، راجل ينزل للجماهير، راجل يشتغل مع المواطن البسيط. العمليه محتاجه رجل ميداني، لكن كنا نحل سهل جدا الحل، لان موارد مصر الاقتصاديه ومواردها المائيه ومواردها المعدنيه موارد شديده جدا جدا وكتيره جدا وغنيه جدا. مصر اليوم القيامه محميه ان شاء الله، بس عايز القائد والليدر اللي يجي يحس بالام الناس. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليفي على 88.7، ولسه معاكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني في كل الناس يا كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي، ومشرفنا ومنورنا رجل انا اكن له كل تقدير واحترام، الرجل الشريف يحيى حسين المهندس المحترم. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الحكومه. ايوه الدكتور البلاوي اتاخذ عليه بعض المآخذ، يعني سيبك من الاوضاع السيئه الاقتصاديه والاسعار اللي اترفعت والكهرباء المقطوعه للنهار والاضرابات اللي ماليه الشوارع والناس اللي ماشيه تكلم نفسها. هو نفسه شخصيا في يوم من الايام استقال لما كان نائب رئيس وزراء، لما الامن اعتدى على مجموعه من المتظاهرين، لكنه في لحظه من اللحظات لم ياخذ مواقف مشابهه في حالات اخرى. الناس قالوا كان في تناقض في اسلوب ادارته، شايف ده ازاي؟ لا، على حتة المتظاهرين مش أي متظاهرين، يعني برضو يعني أنا أعتقد مصر حاليا في حالة حرب. فارق بين يعني متظاهر عن حق ومتظاهر حتى لو هو مقتنع ويعني اتجاهات وطنية وكده، لكن هناك أمور في حالات الحروب يجب التنازل عنها. نسيتك عارف أن في مجموعة من شباب الثورة، وانت كنت من طليعة من نزلوا الى التحرير، موجودين النهارده في السجون المصريه، واسمائهم معروفه وكلهم ما لهمش اي توجهات غير ثوريه، تحت مسمى قانون التظاهر اللي اقره الدكتور البلاوي. انا اؤيد قانون التظاهر، وانا يعني لا يزايد علي احد، فضلا عن انا معلش انا انتهز الفرصه. انا هناك بعض المصطلحات التي راجت بعد ثورة يناير العظيمة، اللي أنا تشرفت بأن أنا كنت يعني من يقال أنني كنت من صانعيها يعني والمشاركين فيها، لكن من ضمن حتة شباب الثورة، عفوا يعني الثورة المصرية جرى فيها ما جرى في ثورات الشعبية، وهي نادرة في التاريخ الإنساني، هي ثورة فرنسية واحدة، ثورة مش كده، اللي هي عادة بيتوارى بعد نجاح الثورة معظم صانعيها، ويتقدم الصفوف ناس أحيانا فيهم طبعا مخلصين وفيهم ثوار حقيقيين، ولكن بتختلط الأمر أن تتقدم الصفوف ناس لم يكن لهم دور وأحيانا أدوار سلبية. أنا يعني هناك أشخاص بعينهم الإعلام ركز عليهم عقب ثورة يناير وسماهم
شباب الثورة وسهم كده. وأنا شخصيا أشهد أن كثيرين منهم لم يكن لهم دور وبعضهم كان له دور سلبي. لكن إحنا في النهاية يعني يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. بمعنى أنا ما عنديش ما عندناش الفوبيا بقى أن إنه لا ما أقدرش أنقد فلان لأنه ده من شباب الثورة. لا، الفعل فعل ثوري ولا غير ثوري. ما يكون مصر كلها بتضج، نحن كنا نطالب الانتزاع حق التظاهر، بس حق التظاهر اللي كنا بنعمله احنا بتوع كفاية حضرتك، وكنا بندهس على سلم نقابة الصحفيين وفي ميدان التحرير وبيننا قامات كعبد الوهاب نسيري وغيره، كان هو حق التظاهر الذي لا يؤذي حق الآخرين. احنا كناش بندعو لفوضى، ولكن انت حر طالما حدودك عند حرية الآخرين. مصر حاليا بعد ما نجح الثورة وبدأنا، المفروض الكلام ده كنت بقوله حتى من قبل أيام الدكتور مرسي أو في أيام الدكتور مرسي، طالما نحن قمنا بثورة لبناء دولة، لكن مش هنفضل بقى بمظاهر تدعى ثورية إلى الأبد. لا يعقل بلد تريد انت سيادتك مع يعني حق التظاهر والاعتصام ولا لا بشكل عام بقى؟ الحق بس التظاهر بتعريفه اللي حتى في الغرب، تظاهر لا يقطع طريق، واعتصام لا يعطل مصنع. لكن المبدأ موافق عليه طبعا، ولنا ولها أسس. تمام. يعني حتى الاعتصام احنا انت مع التقنين؟ يعني انا مع التقنين. تمام. وممكن في وقت ما نقيد حقا لمصلحة عليا للوطن، على ان يعني ما بقولك لما يبقى في حالة حرب حتى الشعب المصري من نفسه كده بيعملها، يعني هناك يتنازل عن حقوق يحس. انا فاكر حضرتك في ايام ثورة يناير وانا متابع طبعا، انا في قلب الشركات قطاع الاعمال، كان المبهر انه ما حصلش ولا اضراب واحد في هذه الشركات، وظل العمل ظل المكن يعمل. نحن حاليا بقى في اللحظة اللي احنا فيها دي، لا ممكن يصل الاضراب حتى لو معك حق في توقيت حرب يبقى خيانة. طيب هطلع فاصل عشان نرجع نكمل كلامنا مع رجل ادارة قوي جدا يكلمنا عن الاضراب والاعتصام، بس بعد الفاصل تابعونا في كل الناس. ولسه معكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني في كل الناس، يا كل الناس، ومعاكم عمرو الليزي ومعانا ومشرفنا المهندس يحيى حسين. احنا كنا بنتكلم على الاضرابات والاعتصامات. النهارده البلد فيها اضرابات واعتصامات، يعني سيادتك عارف عمال النقل العام بيطالبوا بمطالب، الاطباء بيطالبوا، غزل المحله بيطالب، والنظافة، أمناء الشرطة كانوا بيطالبوا، النظافة كانوا بيطالبوا، مواطنين بيطالبوا بتنفيذ وعد الحكومة بتفعيل الحد الأدنى للأجور الذي لم يحدث حتى الآن، الأوضاع في الكهرباء في شركات الكهرباء. يعني اللي عايز أقوله الصورة الآن هناك خروج للعمال والعاملين بيطالبوا بحقوقهم التي لم يحصلوا عليها، كيف ترى؟ أولا بس نتأكد أن الكل يطالب بحقوق، لأن أحيانا بيبقى فيه حقوق متأخرة دي ناحية، لكن أحيانا أصلا مش حقوق. يعني ما الحق وما المشروع في أن يضرب عمال مصنع عام يعني ملك 80 مليون مصري مطالبين بتعيين أبنائهم؟ هذا مبدأ أساسي. المنشآت العامة ليست ملكا للعاملين بها، وإنما هي ملك لل 80 أو ال 85 مليون مصري. وللأسف هذه ثقافة فاسدة انتشرت. كان الرئيس الأسبق مشغولا بتوريث الوظيفة الأولى في الدولة، وظيفة رئيس الجمهورية، إلى ابنه. في الوقت احنا ما خدناش بالنا انه هذه ثقافة التوريث بالتوازي انتشرت في العشرين سنة الأخيرة عند قطاعات كبيرة من الشعب، وكأن هذا حق. هذا ليس حق. أنا ما عنديش يعني إيه حرج بالمرة، لازم أقول أنا لست سياسيا بحس أخشى على أصوات مصوتين أو ناخبين، أنا رجل بقول ما أنا مقتنع به، أنا مقتنع وأنا مطبقه على نفسي. أنا ابني وأنا توليت
مناصب كبيرة جدا في الدولة على مدى 10-15 سنة اللي فات، مناصب يعني كده من مستوى الأول طبعا يعني أنا عمال أعدد فيها مركز قادة، رئيس يعني مصلحة حكومية، وكيل أول وزارة، شركة كبيرة، حاجة زي كده. ولكنني وأملك أن أنا أعين ابني في الأماكن، لكن أنا ساعة الحقيقة قعدت بيني وبين نفسي اكتشفت أن هذا حرام شرعا وباطل قانونا. هذه مؤسسات ملك الشعب المصري، يبقى لو المؤسسة محتاجة عامل، محتاجة تشغل درجة معينة وظيفية، الحق أن يعلن عن هذه الوظيفة على الشعب المصري، فيتقدم عشرات الألاف من الشباب ويختار أكفأهم. بس ده ما بيحصلش عموما. طبعا عشان ما بيحصلش معظم مؤسسات الدولة حقيقة مهترئة حاليا، عبارة عن معظم مؤسسات الدولة عبارة عن ولاد بعض. لأن وانت بقى بختك يا ابو بخيت، يطلع فيهم ناس كويسين كنبها، يطلع فيها ناس لمؤسسة نص لبة يعني. الدول ما لا تنهض. طيب رأيك ايه في اختيار المهندس ابراهيم محلب في منصب رئيس وزراء مصر الجديد؟ هو انا اعتقد اسمه محلب مش محلب، لكن العادة كده. هو حتى هو بيسمي نفسه محلب يعني، بس هو اسمه الحقيقي محلب يعني. انا رأيي اختيار موفق في المرحلة دي يعني. طالما تخذ قرار يعني بقبول استقالة الدكتور حازم الببلاوي، فالمرحلة اللي فاتت اسم ابراهيم، حتى ما كنت بكلم دلوقتي مع حضرتك من شوية على المجموعة الاقتصادية، كنت انا لاحظت انه الشغلين ومبادرين وبيتخذوا قرارات، حتى احيانا تبقى قرارات غلط لكنهم مبادرون، مش قاعدين بيمشوا حالهم. هم غالبا وزراء خدمات، وكان ابرزهم لدى الجمهور حس كده، ومحدش مش اعلام سوق ابراهيم محل، الناس حست ان هذا رجل مبادر مش قاعد في مكتبه بينزل العمل بنفسه في الشارع وله مصداقية. فعشان كده يعني اعتقد انه اختيار موفق، يكمل بقى بانه يعني يكون حوله من يشيرون عليه باختيار وزراء بدل اللي تسببوا في الاساءة لدكتور حازم. هطلع فاصل بس هديك سؤال، اتفضل فكر فيه كده على مهلك. نشرب، احنا بنشرب القهوة. امتى يا دكتور يحيى هيبقى عندنا معايير واحنا بنختار الوزراء؟ يعني لما الاقي الوزير ده مسك المنصب ده، سيادتك تقول لي احنا جبناه عشان 1 2 3 4 5، لان احنا ماشيين على مبدا بختك يا ابو بخيت. فاصل ونعود مع دكتور يحيى حسين. مع عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني في كل الناس يا كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي، ومشرفنا الإداري الكبير الراجل المحترم المهندس يحيى حسين، اللي يعني لو كان بيدي كنت جبت رئيس وزارة أنا شخصيا يعني. لكن خليني أسألك، كيف يتم الاختيار الوزراء في مصر؟ وليه ما بنعرفش جابوهم إزاي؟ وليه ما بنعرفش مشيوا ليه؟ هو كان قبل كده هناك أجهزة في الدولة، أجهزة الرقابة الإدارية وكذا جهاز يعني، وطبعا أمن قومي وخلافه، ده زمان يعني، بيبقى عندهم لستة جاهزة فيها عديد من الأسماء، الأساس فيها أن تكون جربت يعني إيه، بناء على تجربة حقيقية في إدارة شيء ما. أعتقد بعد كده في السنوات الأخيرة ده لم يعني بقى حتى في اختيار الوزراء بقى فيها بختك، ممكن يكون رجل ناجح فعلا وجرب وكده، وممكن يكون رجل تلفزيوني اكتر يعني. وحتى يا دكتور يحيى ده في وزراء انت تعرف وانا اعرف ان هم جم بالصدفه. ايوه بالصدفه. الاسماء متشابهه، جه حد مكان حد. ايوه وفي عندنا حالتين في تاريخنا. أيوة. بس مش هقول اسماء. لكن فهو ده اللي انا يعني، هو المفروض يكون جرب حقيقة في قيادة كيان أو كيانين أو كده، له سيرة ذاتية حقيقية. حتى في انتخابات الرئاسة أنا أعتقد الشعب المصري طبعا كما كان يقول عبد الناصر عليه رحمة الله هو المعلم، ولكن الشعب المصري تعلم في السنتين اللي فاتوا أنه لا يكفي
أن يكون الرضا عن مرشح ما سواء منصب رئيس الدولة أو منصب وزراء كده هو الكلام المعسول والكلام ده، أن يكون المسؤول يجيد الكلام الطيب، ما يبقاش يعني كلامه فرط وكده يعني لكن هذا لا يكفي، يجب أن يكون جربة في إدارة ولو 100 واحد جرب في إدارة شيء. في ناس بتقول عندهم حالة خوف إن النظام القديم يعود مرة أخرى في الحكومة الجديدة، وإن النظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يعود نظامه بشكل واضح المعالم في هذه الحكومة، خصوصا التكهنات اللي طلعة والأسماء اللي طلعة بتقول إن أغلبهم كانوا أعضاء في لجان السياسات وكانوا من المعاونين لنجل الرئيس الأسبق وغيره. شايف ده إزاي؟ هل النظام القديم يعود؟ لا لا خلاص، لا اللي راح ما بيرجعش، اللي راح ما بيرجعش خالص، لأن هيرجع إزاي؟ يعني دي طبعا حلاوة روح، لا سواء حالة النظام الأسبق ولا النظام السابق، لكن يعني فكده معروف أن ما حدش يقول عليها فلول ولا حاجة. أنا وزيت يعني من النظامين، وده يخليني أنا بتكلم باطمئنان. حتة التصنيفات، هناك فارق بين أن أنا أقول فلان الفلاني كان مجرما في قيادة الحزب الوطني، مجرما باحكام قضائيه ويعني وبشواهد وكده، او ان هو ما عملش حاجه ورغم التكنوكرات وعنده خبره. الحزب الوطني احنا عارفين كان بيسعى دايما، الحزب الحاكم عموما حتى الوفد يعني الحزب الحاكم واخرهم الحزب الوطني كان بيسعى لان يضم اليه ناس ناجحين مهنيا. يعني هم لم يسعوا حتى يعني فيهم، فلا مانع طالما ناس غير ملوثين وكده يعني. يعني 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 انا عارف طبعا الكلام ده ابتدى يقال على ابراهيم محلم، ماشي، هل ابراهيم محلم كان فاسدا ولا حاجه؟ كان راجل مهني، كان راجل مهني وراجل اصبح له مصداقيه في الشارع خلاص. صحيح يعني صحيح، لا يزايد عليه. لا، وكان مع من المحسوبين ان هم الاكفاء في الحكومه بتاعت الدكتور الببلاوي. لكن تفتكر الاختيار هيكون اختيار حزبي؟ يعني هيراعوا ان تكون اختيارات الوزراء بناء على الأحزاب السياسية؟ لا. ولا بناء على ان هم تكنوقراط؟ ولا بناء على ايه بالظبط؟ انا برضو بقول لو انا مكان أيوة. طبعا لا لا طبعا مش حزبية، لان يعني للأسف اختيار وزراء الدكتور حازم غلب عليها حتة الاختيار الحزبي. لا، حزب بيقدم صوته عالي او اقرب لمتخذ القرار فبيفرض اسماء معينة، ليست بالضرورة انها تكون يعني ناجحة، لكن مصر محتاجة ناس يكون عندهم حس سياسي، لكن اساسا يكون في كفاءة مهنية مع حس سياسي، لانه برضو لكن مش تطبيحات احزاب، حتة الكوتا دي ما تنفعش خالص يعني. طيب انا هطلع فاصل اسألك سؤال. انا عارف انك انت جريء وشجاع وانك انت هتجاوب على السؤال. قول لي اسماء الوزراء اللي انت مش عاوز تشوفهم في الحكومه اللي جايه، بس بعد الفاصل عشان تكون فكرت. فاصل وانا عاوز ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليفي على 887 اف ام. في سوق المال معاكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني في كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي، ومشرفتنا الرجل المحترم المهندس الشريف يحيى حسين رجل الإدارة المتميز. وسألته قبل الفاصل، قول لي أسماء الوزراء بالأسماء، الوزراء اللي انت مش عاوز تشوفهم في حكومة المهندس إبراهيم محلب. أنا جريء الحمد لله. قول بقى بس عشان يبقى اختانها مسك، بس بما لا يجرح الآخر. لا فيش جرح، فأنا أعفيني من تسمية. لا 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 لا، لا ده أنا مصمم على التسمية. لا لا لا، ما أقدرش. أنا عايز أسمع يعني منك الأسماء. قول لي الوزير ده يخرج؟ لا، ما أنت راجل يعني، هنفترض أنك أنت رئيس الوزراء. لو رئيس الوزراء هخرجهم من غير ما أقول يعني هخرجهم. هتخرج مين؟ طيب قول لي من غير أسماء. لن أجيب يعني، أنا معروف، أنا ده اسلوبي في الحياه يعني، انا مصادق. طب وزارات ايه اللي ممكن تغيرها؟ اقول وزارات ايه اللي ممكن نبقيها؟ طب وزارات ايه اللي ممكن تبقيها؟ حلو. تمام. ماشي. او كنت هقول لك ابراهيم محلب بس بقى رئيس وزراء. ماشي. وزير الدفاع الى ان يتخذ قراره. كده اتنين. ده كده اتنين يعني. فاضل لك 28. انا شايف برضو انه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وشايف طاهر ابو زيد. يعني حتى لو اختلف
مع بعض قراراته، لكن هذا رجل مبادر. أربعة كده ماشي تمام. مين تاني يقعد؟ ما هو كده أربعة. أربعة بس كفاية لا لا, لا لا في طبعا يعني يمكن طبعا الداخلية ليس لي أن أتكلم فيها، أول دي حاجات بتبقى سيادية. يعني محمد إبراهيم يعني أداؤه في إطار الظروف العامة يعتبر أداء خمسة كده. فاضل مين يا فندم؟ مين يقعد تاني؟ لكن في كلام على أن يبقى لو أحمد جمال الدين ماشي برضو كويس يعني. مين تاني يا فندم يقعد؟ أنا شايف ويمكن ده يمكن ناس تخدم، أنا شايف حسام عيسى يقعد طبعا. وزير التعليم العالي حسام عيسى رغم أنه هو مش عايز يقعد طيب. لكن حسام عيسى شوها من إعلاميين هم بتوع عصفين الرئيس، لكن الرجل فعلا رجل وطني ورجل مبادر ولديه أفكار، ومعظم ما اتهم بيها لا بيكون حقيقيا كده. ستة كده سبعة ها فاضل مين تقعد حد قعده ولا خلاص؟ هما هقول لحضرتك أيوة كمال أبو عيطة أيوة هو مناضل حقيقي لا يزاد على أحد. قاعد ولا ماشي؟ هتقعد ولا هتمشيه؟ لا قعد هو لا يزايد عليه كده 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 اهو. بدل ما يجي حد يعني هو غير بقى كثير جدا من الاسماء اللي بتطرح للقوى العامله. نحن نعلم ان دول ناس يعني ثمانية بتوع انتخابات وحاجه زي كده. فاضل مين تاني هتقعده؟ انت صعب قوي دكتور. لا لا, 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 لا انا قلت السؤال ده حاجة انت جايبه سهل كده. ثمانية فاضل 22 مسموح بالكلام يعني الدكتوره دوريا شرف الدين مع كامل محبتنا كلنا واحترامنا ليها لكن الأداء يمكن هي احنا نحترمها كدولة شباب، لكن لما دخلت مبنى مسبيرو لعلها يعني اصطدمت بالواقع او الواقع كبلها. تقعد يعني ماشي كده تسع وزراء قاعدين، في حد تاني هيقعد؟ انا ناسي يعني بصراحة، لكن كده كويس كده كويس. اذا دكتور يحيى حسين اختار تسع وزراء يجب ان يعني يقترح ان يتم استبقائهم في الحكومة الخارجية والخارجية. نبيل فهمي بيبذل مجهود عشرة لكن هي مشكلته ان وزارة الخارجية زي معظم مؤسسات الدولة زي ما بقول لحضرتك مخترقة يعني انت، ودي مشكلة الادارة في مصر. كويس انت خليت 10 وزراء من 30 في 20 ماشيين، طب انت عامل تغيير وزير قويه. طيب انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده. انا للاسف وانت رجل عظيم، واحنا لينا معاك لقاءات اخرى في فن الاداره وكيفيه صحيح. القضاء على البيروقراطيه الحكوميه، فاسمح لي بقى الحوار اكيد يعني وقت اخر. بشكرك جدا، اتمنى لك كل خير وسعاده، كل سنه وانت طيب. طلعت على المعاش لكن بتبدا حياه جديده جميله ومزدهره ان شاء الله باذن الله، ونستفيد ومصر كلها يا رب تستفيد منك. متشكرين يا فندم، متشكرين. شكرا جزيلا. كان معاكم المهندس المحترم يحيى حسين. فاصل ونعود مره اخرى ونكمل معاكم كل الناس يا كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي. برنامجكم كل الناس ومعاكم عمرو الليثي. والتصريحات النهارده اللي عندنا تصريحات غريبه جدا. الصندوق الاجتماعي للتنميه يخصص 50 مليون جنيه لتطوير مراكز شباب المحافظات. ماشي، بس يا ريت ما يبقاش مجرد كلام في الهواء يا صندوق اجتماعي. حكم بإعادة الحرس الجامعي، جامعات بترفض وجامعات بتطالب بوجوده. والله المهم هو عودة التعليم للجامعات مش بس الحرس. شركات السياحة بتطالب بخطة لتأمين الأكفاج السياحية. فعلا يا ريت الحكومة الجديدة تأمن السياح وتعرف إن ده تأمين لأكل عيش ملايين من المصريين. مدير مرور القاهرة بيقول تم ضبط 119,800 مخالفة مرورية خلال أسبوعين. واضح أن ده عقاب المخالفين هو الطريق الوحيد لوقف المخالفات. الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بيقول أن الحكومة اللي جاية يجب أن تكون حكومة محايدة بعيدة عن أي توجهات حزبية. صحيح، بس كمان عاوزين حكومة تشتغل مش تكتفي بالتصريحات الحزبية والسياسية والمهلبية. الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير قال إن تغيير حكومة الدكتور الببلاوي كان ضرورة اتأخرت كتير، والعدالة والتعليم أهم تحديات الحكومة الجديدة. المهم إنها تكون حكومة بجد مش زي ناس.
سياسيون بيطالبوا بحركة لتغيير المحافظين الفاشلين. والله المحافظين على مناصبهم دول سبب كل البلاوي في البلد. محافظ الشرقية بيقول لا مستقبل للوطن بدون تخطيط استراتيجي. طبعا بس التخطيط الاستراتيجي يا سيادة المحافظ بيبدأ من المحافظات وبعدين يمتد لكل القرى والنجوع. المجلس القومي لحقوق الإنسان بيقول إن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بقانون وليس بقرار. بس كمان المهم إن الحد الأدنى يتصرف وما يفضلش ما بين التصريحات الفيشنج. مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيؤكد إنه بيتابع استهلاك الكهرباء يوميا. طيب ليه المرصد بقى مش بيرصد الانقطاعات في الكهرباء والظلام الدامس؟ الناس عايشة في ظلام ليل نهار يا جماعة، مش معقول كل الأماكن الكهرباء مقطوعة عنها، مستشفيات ومصانع ومدارس وغيره، حياتنا بقت ظلمة في ظلمة. ارحمونا. يلا فاصل ونعود إلى بريد المستمعين ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليثي على ولسه معاكم مع عمرو الليثي ولسه مكملين معاكم ومعاكم عمرو الليثي وبرنامجكم كل المستمعين. ورسالة من عادل فخري من بشتيل بالجيزة. عادل بيقول ان هم بيعانوا من تهريب الدقيق المدعم بشكل كبير تحت اعين رجال التموين، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لتطوير الرغيف او معاقبة المخابز على التهريب دون جدوى، بالاضافة الى عدم وجود وسائل مواصلات ادمية بالمنطقة. ياريت السيد الدكتور المحترم محافظ الجيزة يهتم بشكاوى الناس ويحلها ويواجه المهربين واللصوص، وانا واثق ان الدكتور علي عبد الرحمن المحافظ المحترم مش هيتاخر. شكوى تانية من محمود ابراهيم موظف في الضرائب العقاريه. محمود بيقول ان مترو الانفاق اصبح مرتعا للباعه والمحطات بتعاني الفوضى، وبيطالب بوجود رجال الامن لمنع الفوضى في مترو الانفاق حتى يمكنه أن ينتقل هو وأولاده بشكل إنساني من مكان إلى آخر. كلامك مظبوط يا محمود، وأنا كمان بأطالب إدارة المترو والداخلية بإعادة الانضباط لمرفق مهم زي مترو الأنفاق. فاكرين زمان مترو الأنفاق كان حاجة تفرح، دلوقتي حاجة تكسف. وأخيرا الجهاز المركزي للمحاسبات بيطالب الرئاسة بإصدار قانون لفحص الصناديق الخاصة. ياريت نواجه الفساد العام في الصناديق الخاصة اللي أصبحت عزب مالها الصاحب. حلقتنا انتهت من كل الناس، بشكركم جدا جدا، إن شاء الله نشوفكم على خير الخميس الجاي بإذن الله. كان معاكم عمرو الليثي، سلام عليكم.